بنتكلم اليوم عن جزئية استثارت مخيلة الكثير، وللأمانة أختي العودة قالت لي يا ريت تتكلمين عن هالجزئية لأنها مهمة وقاعدين نشوفها في حياتنا اليومية والعائلية، نشوفها حتى لما نطلع في المجمعات أو الأماكن اللي برا، ألا وهي إن إحنا قاعدين نقتل لغتنا العربية بإيدنا. الله شو هالكلمة الكبيرة يا شيماء، نقتل؟ إيه قاعدين نقتل، قاعدين نقتل اللغة العربية بعيالنا، ونحاول نعلمهم لغات دخيلة علشان نبين إن هذا هو التقدم والتمدن. هل التمدن أو التقدم أو مواكبة عجلة الزمن لها علاقة بإني أنا أعدم هوية عيالي العربية؟ إني أنا أأثر عليهم تأثير سلبي بإني أنا أخليهم يتعلمون لغتين مع بعض ويدخلون اللغتين ببعض، بحيث إنه لما يقول رقم 4 يكتبه 3 اللي هو 3 بالمعكوس، لأني أنا عطيته لغتين دخيلتين مع بعض. وبعدين شنو يقولون؟ نوع من أنواع صعوبات التعلم، نوع من أنواع التأخر الذهني، نوع من أنواع التأخر الدراسي. طيب ما فكرتوا إن وين هذه الأشياء والمسميات قبل؟ أنا ما أقول إن هي غير حقيقية وغير موجودة، ولكن إحنا وصلنا حق مرحلة إن إحنا بالزوارة العادية باليوم العادي جمعة الأهل نطلقها على عيالنا ونعيش فيها ونعيش عيالنا فيها وهي مو فيهم. يعني تأخر بالتفكير يكون الطفل ما في شيء سليم، ولكنه مو قادر يستوعب لغتين مع بعض بنفس الوقت. إذا قلتوا شلون لغتين وهو ولدنا بالأساس عربي، أوكي الطفل عربي ونسولف معاه باللهجة الكويتية العربية أو بأي لهجة أخرى عربية، قاعدة أعلمه المفردات العربية مهما كانت لهجتي كأم ولكني أنا عربية. طيب وبنفس الوقت قاعدة أعلمه لغة أجنبية، يعني لغة دخيلة، شنو راح يصير فيه؟ راح يصير فيه اضطراب بأنه هو يتقبل أي معلومة فيهم هذه ولا هذه، فيصير عنده خلط. لما يخلط راح يتخربط، ولما يتخربط راح يطلع المفردات بطريقة البدلية مثل ما نقول. هو مو قاصد أنه هو يقولها بالغلط عشان يضحكنا، ولا هي بدلية مثل ما نقول أنه هي غلطة باللسان، ولكن هي تعليم من شيء غلط اللي هو ازدواج اللغتين ببعض. هو له مسميات وايد، ولكن احنا قاعدين نحطه تحت ضوء غلط اللي هو ان ولدي عنده مشكلة بالفهم او عنده مشكلة بالتعليم او عنده تأخر في شيء ما، مع ان احنا اللي قاعدين ندمرهم واحنا اللي قاعدين نخربهم بدون ما احنا نحس. لما نستقطب احد العاملات اللي هي المساعدة في المنزل ان هي تعلم عيالنا، طيب هي من مجتمع نقول آسيوي تعلمت، أو من مجتمع أفريقي أو أيا كانت جنسيتها، تعلمت اللغة الأجنبية الدخيلة عليها سواء كانت اللغة إنجليزية أو لغة فرنسية على حسب التعليم اللي هي تلقته، راح تقوله بطريقتها بلهجتها. يعني مثلا تنطق الكلمات الإنجليزية بلهجتها بطريقتها بأنها تاكل بعض الحروف وتطلع بعض الحروف غلط. إنزين اللي تي من أفريقيا مثلا ويكون كان عندهم استعمار مثلا فرنسي وتأثرت باللغة الفرنسية، هل تقولها بطريقة صحيحة أخليها تعلم في عيالي؟ هل مفرداتها صحيحة؟ هل ثقافتها صحيحة؟ إذا إحنا حاولنا أن نعطي زمام الأمور وزمام تعليم الكلمات من استقطاب العمالة، فهذا أكبر خطأ فادح ممكن أنا أسويه في حق عيالي وحق الجيل. هل من التمدن والتقدم أني أنا أكون في مجمع ما أو مطعم ما أسمع أن أم تخاطب عيالها تكلمهم باللغة الإنجليزية غلط ويردون عليها غلط، أو يوقف الطفل، والله يشهد أن هالموقف أنا شفته في أحد المجمعات، أن الأم تتكلم بالإنجليزي وطبعا أغلب الكلام كان خاطئ. إحنا مو قاعدين نقيمها، إحنا مو قاعدين ندخلها أن هي تكون معلمة لغة إنجليزية، ولكن قاعد تعلم الولد أو تكلم الولد. الطفل رد عليها، ها تخيلوا هو ما يدري أمه شنو قاعدة تقول، بس هي كانت بتسمع الناس اللي حوالينها أني أنا أكلمه بالإنجليزي. هل كنتي معتقدة أنه هو بيرد عليك صح؟ أو هل كنتي معتقدة أن الطفل بيعيد الكلام وراك صح؟ أنتي كذي قتلتي في الطفل شيء كبير اللي هو الثقة بالنفس، وأنه هو يتفاهم مع أمه، وأنه هو يستشعر أمه شنو قاعدة تقول.
يا جماعة الموضوع أكبر من أنه هو يكون نحسس الناس بتقدم أو تمدن عيالنا، الموضوع أنه إحنا قاعدين نقتل الهوية. تبين بعد كم سنة ولدك يفتح القرآن الكريم ما يدري شنو قاعد يقرأ؟ هذا يعور ولا ما يعور؟ هل هذا مؤلم أو لا؟ هذا الإحساس المؤلم أني أنا قاعد أدمر عيالي بطريقة ما كنت أنا بيوم من الأيام أتمناها. صح أن إحنا نعلم عيالنا، وصح أن في لغات جميلة إحنا نتعلمها أو نعلم عيالنا عليها، ولكن متى؟ بعد ما أزرع فيهم حب اللغة العربية اللي هي لغة قرآننا، لغة كتابنا، اللغة اللي إحنا لازم نتخاطب فيها ونتعلمها. مو غلط نتعلم أشياء ثانية، ولكن الأساس هو لازم نتعلمه. المجهود الشخصي مع الأبناء، نحتاج شوية نقعد قعدة مع الأطفال مع الأبناء، نسولف معهم، نهد الأجهزة الذكية، نوخر عن التلفزيون، نوخر عن السوالف الجانبية، ونروح حق الأهم. الأهم هم عيالنا. لما نتكلم معاهم ويطلب منا شيء يقول إن شاء الله، بدل ما يقول أوكي. مو غلط، إحنا قاعدين نستخدمها بحياتنا اليومية. أنا شخصيا أقولها إي نعم، ولكن مو غلط إني أنا أعلم عيالي عليها. لما أنا أخلي دائما الذكر في اسم الله سبحانه وتعالى، هني أنا قاعدة أغرس قيمة، زائد قاعدة أعزز لغتنا العربية. بالإضافة إلى راح تكون مخرجات الحروف صحيحة، يعرف يكون قادر إني يسولف مع الناس برا. إنزين إذا سافر برا، إذا راح مطعم يبي يطلب، هل هذه نهاية الحياة؟ لازم إني يكون يعرف. إذا كنت في دولة الكويت، في دولة عربية، في دولة خليجية، تقدر تطلب المنيو اللي هي قائمة الطعام باللغة العربية بحكم أنك في دولة عربية. تقولي ما في؟ أكيد في كل مطعم من المطاعم يستخدمون من الجاليات العربية. ناد أحد يقرأ لك. أنا ما أقول لا تتعلم، أنا مو ضد أنك أنت تتعلم، ولكن أنا مع أنك تعزز اللغة العربية. لما يكون في شخص بديرتك معاك هني عايش معنا وبيننا يفرض عليك اللغة أو اللهجة أو حتى أي شيء دخيل عليه من اللغات أو اللهجات، قل له أنا أتكلم باللغة العربية، حاول تخاطبني فيها لو حتى بالإشارة. بنقول هني شلون قاعدين نصعب الأمور، إحنا قاعدين نسهلها علينا وعلى عيالنا. ترى كلمة مني كلمة منك راح نحاول إن إحنا نعزز قيمة، قيمة حب اللغة العربية، قيمة تخلي اللغة الدخيلة ما تكون هي السيدة، ما تكون هي الأساس، ما تكون هي التقدم. حاول أنك تعلم عيالك على حب اللغة العربية، على اللهجة الأصيلة، على الكلام السمع. ومو غلط أنك أنت تعلمه، ولكن من الغلط أنك أنت تمحي هوية ولدك علشان تحسس الناس أنه هو في تمدن أو في تقدم، أو أنتوا من الأشخاص اللي بمكان ما أو برفعة ما. على فكرة ترى اللهجة عمرها ما كانت رفعة، والكلام هذا عمره ما كان من التقدم، الرقي والتقدم. شلون أنا أغرس بعيالي لغة الأم، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لما يفتح قرآنه يدري وش قاعد يقرأ وش قاعد يقول. هذه هي القيمة، هذا هو التقدم، هذا هو احترام الذات للذات. ولكن لما أنا أقول الدخلاء علينا هم الأساس، هذا أكبر غلط. جرعة أمل، جرعة لغة عربية، جرعة لغة القرآن الكريم، اللغة الجميلة، اللغة الأم اللي هي المفروض تكون هي أساس في تربية أولادنا. مو غلط أن احنا نتجرع أشياء جميلة وجديدة وثقافات دخيلة علينا، ولكن بطريقة إيجابية، بس ما تمحي هويتنا. لا تمحون هوية عيالكم بغرض أنكم تقدمونهم أو يكونون من الناس المتقدمين، ولكن عززوا فيهم هويتهم العربية بثقة، بحب، ونقلوها حق الناس. نشروا ثقافتكم الجميلة، ولا تحاولون أنكم تعززون ثقافات أخرى مع عيالكم ويترخبطون، مو قادرين يمسكون اللغة العربية أو اللغة الدخيلة، وتلاقونهم ضايعين ببدليات لها أول ما لها تالي. حاولوا أنكم تأسسون هذا الجيل الجميل، حرام أنه يضيع ويضيع هويته العربية. ونقول جرعتنا اليوم جرعة لغة عربية.
Thank you.